زينب مصباح وحدة دعم المرأة بمكتب الإدارة الانتخابية 7. طبعا قمنا دورة بعنوان العنف الرقمي ضد المرأة. استهدفت الدورة مجموعة من النساء الناشطات في المجتمع المدني والمشاركات في تعزيز المرأة في العملية السياسية والانتخابية، كذلك مجموعة من سفيرات التوعية اللي هو مشروع كان من مشاريع وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات. تم الحديث عن مجموعة من الأشياء اللي ممكن تستفيد منها المرأة وتحصن نفسها فيها بسبب العنف اللي ممكن يحصل للمرأة سواء كان في العملية الانتخابية أو في المحيط العادي، سواء كان هذا العنف عنف جسدي أو حاليا احنا ثبتنا على العنف الرقمي بسبب التشويه السمعة اللي يحصل للمرأة المنتخبة أو المرأة المترشحة، وكذلك مجموعة من تزييف الحقائق والإشاعات اللي ممكن تحصل عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي اللي احنا حاليا جميع نعانوا منها، سواء كان كلمة معينة أو خبر كاذب ينشر عن طريق الصفحات ويتم نشر الخبر هذا في كل الصفحات، وممكن يكون هذا الخبر أساسا كاذب ويظلم المرأة في حد ذاتها. فحبينا نعرج على مجموعة من الأشياء اللي ممكن المرأة تستفيد منها كتوعية للعنف الرقمي، وكذلك بسبب إطلاق منصة رقمية تخص رصد العنف الرقمي ضد المرأة في العملية الانتخابية، وعمل إطلاق برنامج في المفوضية العليا للانتخابات بدعم منظمة آيفوس. البرنامج هذا هو برنامج تدريبي للنساء المترشحات للانتخابات عن حمايتهم وتحصينهم لصورهم وبرامجهم وأخبارهم وصورهم الشخصية خلال صفحات التواصل الاجتماعي ككل.